بسم الله الرحمن الرحيم. الصوت لو واضح بس حد يعرفني. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. سعيد النهاردة أنا أكون معاكم في اللايف ده على صفحة فيرو بيلا. بشكر شركة ديفرت لاب، ناس محترمة، شركة قوية جدا، منتجاتها قوية جدا، أضافت كتير للسوق المصري. وأشكرهم على الدعوة الكريمة بأن أنا أكون معاكم النهاردة نتكلم شوية على المرض الكورونا او الازمه اللي البلد كلها او العالم كله عايشين فيها دلوقتي وعلاقتها بالاطفال. هنتكلم في معلومات بسيطه هقولها لحضراتكم، وبعد كده هبقى سعيد جدا ان استقبل اسئلتكم وارد عليها ان شاء الله. في البدايه بقى يعني بعض القواعد او المعلومات اللي كنا عارفينها قبل كده عن الكوفيد 19 او مرض الكورونا المستجد، ومع مرور الزمن والأيام أثبتت عدم صحتها. بعض القواعد زي القاعدة الأولانية، قاعدة السن، قبل كده كنا نعرف إن الكبار كبار السن أصحاب الأمراض المزمنة هم أكثر تعرض بمرض الكورونا وأكثر ناس بتأثر بيه، والوفيات بتبقى أكثر في كبار السن. لكن مع مرور الوقت القاعدة دي اتكسرت. احنا شفنا للأسف شباب كتير مناعتهم كويسة، ما كانش عندهم أي أمراض مزمنة، وللأسف حصل وفيات فيهم. قاعدة تانية، قاعدة المناعة الضعيفة ووجود أمراض مزمنة هي اللي بتسبب الوفاة، وبرضو القاعدة دي انكسرت كتير وأثبت الأيام أثبت عدم صحتها، لأن احنا شفنا كبار سن كتير الحمد لله عندهم أمراض مزمنة زي الكبد، السكر، ضغط الدم، وبعضهم كمان بيغسلوا كلوي بشكل مزمن، حصل لهم عدوى بالكوفيد 19 والحمد لله الأعراض كانت طفيفة جدا وتحسنوا وخفوا. قاعدة كمان إن في فيروس شرس وفيروس ضعيف، والفيروس الشرس هو اللي بيسبب وفاة. دي قاعدة برضو أثبتت الأيام عدم صحتها، لأن احنا شفنا حالات كتيرة من شباب للأسف اتصابوا بالكوفيد 19 حالتهم سائت، حصل فشل في الجهاز التنفسي واتحطوا على أجهزة تنفس صناعي وحصلت وفاة. وقبل ما يحصل وفاة نقلوا المرض للأب والأم، ومفروض إن المرض اللي اتنقل ده بالفيروس الشرس اللي سبب الوفاة في الشباب، ولكن فوجئنا إن الأب والأم رغم إن هم من كبار السن وكثير منهم عندهم أمراض مزمنة، لقينا ان الاب والام بيتعافوا وبيمروا باعراض خفيفه وبيخفوا خالص. فاذا في قواعد كتيره جدا كنا عارفينها عن الكوفيد 19 اثبتت الايام عدم صحتها، لكن قاعده واحده ثابته وصحتها مؤكده، ان الـ شده المرض مرتبطه بما يسمى بالفيرال لود. يعني ايه الفيرال لود؟ هي كميه الفيروسات اللي دخلت الجسم او كميه العدوى اللي المريض خدها بتخلطه مع مريض اخر، وده بيسمن او بيؤكد على اهميه ارتداء الماسك وما يسمى بالتباعد الاجتماعي. لان لا قدر الله حتى لو انا اختلطت مع مريض كوفيد 19 او كورونا وانا واخد احتياطاتي كامله من ارتداء ماسك وعدم الاختلاط المباشر بيه والتباعد مسافه عنه، ولا قدر الله حصل عدوى منه، فتاكد ان كميه الفيروسات اللي اتنقلت لك منه قليله، وان المرض اللي هيحصل بصورة طفيفة وممكن يكون بدون أعراض، وإن شاء الله يحصل تحسن. ده بخلاف إن أنا لو تعاملت مع مريض للكورونا بشكل مباشر بدون ارتداء كمامة، ولا قدر الله حصل عدوى بكمية كبيرة جدا من الفيروسات، هنا هتبقى فيه مشكلة.
برضو من الحاجات اللي كانت بتتقال وكنا بنتسألها وكانت الناس مؤمنة بيها، إن الأطفال محصنين ضد الإصابة بالكورونا، والأيام أثبتت عدم صحة ده، لأن شفنا أطفال كتيرة جدا بتصاب بالكورونا. فقاعدة إن الأطفال ما بيجيلهمش الكورونا أو إن الأطفال محصنين ضد العدوى بالكورونا دي قاعدة غلط. أطفال، كل الأطفال بأي عمر ممكن يحصل إصابة بالفيروس الكوفيد 19، بس معدل الأطفال اللي بيمرضون عند الإصابة أقل كتير جدا من اللي تم ملاحظته عند البالغين، ونادرا ما يصاب الأطفال بأعراض شديدة عند تعرضهم للكوفيد 19. وده أثبتته دراسة أمريكية في أبريل 2020 اللي احنا فيه ده. عملت الدراسة دي على 150 ألف مصاب بالكوفيد 19، لقوا إن فقط 2500 حالة من 150 ألف كانوا أطفال، ودي بنسبة حوالي 1.7%، ودي نسبة قليلة جدا. وبعض الدراسات الأخرى في الصين وإيطاليا، ودي من البلاد اللي اتأثرت جدا بالكورونا، كانت نسبها برضو قريبة جدا للنسبة اللي حصلت في الولايات المتحدة. طيب ليه الأطفال معرضين بس نادرا ما يحصل عدوى، ولو حصل عدوى الأعراض الحادة نادرة جدا؟ ده أسبابه كتيرة، بس ما زال الجواب السليم غير واضح لحد دلوقتي. بس أكتر سبب أنا مقتنع بيه أنا شخصيا نظرية ما تسمى بالسيتوكاين ستورم أو عاصفة السيتوكاين، وده بتعتمد على النظرية دي بتعتمد على إن مناعة الأطفال أقل نضوجا من مناعة البالغين، وده بيخلي إن الأجهزة المناعية بتاعتهم ما بتبالغش في رد فعلها تجاه الفيروس عند الإصابة بيه، وده اللي بيخلي الأطفال ما بتطلقش استجابة مناعية مفرطة لمقاومة الفيروس، على عكس البالغين اللي بيحصل إفراز لأجسامهم لأعداد هائلة جدا من السيتوكاينز والبروتينات اللي بتؤدي إلى فشل في بعض أجهزة الجسم عند الإصابة. السؤال اللي بعده اللي بنسأله كتير، هل تأثير الكورونا على الأطفال بيختلف باختلاف مراحلهم العمرية؟ الإجابة إن على الرغم من نظرة حدوث المرض في الأطفال، فإن الأطفال تحت عمر سنة اللي احنا بنطلق عليهم الرضع هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بأعراض شديدة في حالة العدوى بالكوفيد 19. ده بسبب إن مناعتهم غير مكتملة بشكل كامل تحت عمر سنة، وإن الشعب الهوائية أصغر، وده بيجعلهم أكثر عرضة للمشاكل التنفسية. وده برضه أثبتته دراسة صينية سنة 2020 اللي احنا فيها، اتعملت على حوالي 2100 طفل. لقوا ان نسبة حوالي 3 واحد من كل 10 اطفال تحت عمر سنة بيصاب باعراض حادة، بالمقارنة ب3 لكل 100 طفل فوق عمر 5 سنين بيتعرض لاعراض حادة. بمعنى ان حوالي 10% من الرضع عند اصابتهم بالكوفيد 19 معرضين لحدوث اعراض حادة ووفاة لا قدر الله، بالمقارنة بفقط 3% للأطفال فوق عمر 5 سنين. يعني تحت عمر 5 سنين هو المرحلة الأكثر خطورة لو حصل لا قدر الله إصابة في الأطفال. طيب إيه هي أعراض الكورونا أو الكوفيد 19 عند الأطفال؟ ما بتختلفش كتير عن البالغين، لكن الحمد لله الأطفال بتبقى أقل في الأعراض، وممكن المرض يعدي بدون ظهور أعراض خالص، وبيبقى أغلبيتها زي أعراض الزكام العادي، بتختلف من حمى، ارتفاع في درجة الحرارة، سيلان بالأنف، سعال، إرهاق، ألم في العضلات، قيء، إسهال، ولا قدر الله ممكن يحصل صعوبة تنفس. وغالبا الأطفال دي الحمد لله بتتحسن في خلال أسبوع أو أسبوعين بعد الإصابة بالمرض. السؤال المهم جدا، هل ممكن الأطفال المصابين بالكوفيد 19 على الرغم من عدم ظهور أعراض أو ظهور أعراض خفيفة ينقلوا العدوى للبالغين والمحيطين بهم؟ إجابة نعم طبعا، أي حامل المرض حتى لو طفل قادر على نقل العدوى للمحيطين به. هنا بقى نيجي نتكلم على الحاجة المهمة، دور الجهاز المناعي وتقوية الجهاز المناعي في الحماية من الفيروس. بس قبل ما اتكلم على دي على النقطة دي، انا عايز بس نأجل الأسئلة بس لحد ما اخلص، وهنجاوب على كل الأسئلة اللي حضراتكم كاتبينها. قبل ما نتكلم على دور تقوية الجهاز المناعي في الحماية من الفيروس، هتكلم بصورة مبسطة جدا على الجهاز المناعي نفسه. الجهاز المناعي في آليات دفاعية مختلفة في الجهاز المناعي، أولها الجلد، الجهاز التنفسي والأغشية المخاطية، ودي بتمثل خط الدفاع الأول للجهاز المناعي ضد العدوى. لو اخترقها الفيروس
الجسم بيبدأ يطلق ما يسمى بالاستجابة المناعية الفطرية، ودي اللي احنا بنعتمد عليها كلنا. وتقوية الجهاز المناعي بالفيتامينات أو أكل معين معتمد على تقوية الاستجابة المناعية الفطرية، ودي بتشمل مواد كيماوية وخلايا بتطلق في الدم بتتعاون لمحاربة أي كائن دخيل على الجسم. في حالة لا قدر الله عدم نجاح المناعة الفطرية دي في محاربة الكائنات الدخيلة، بيبدأ يتصدى لها ما يسمى بالجهاز المناعي التكيفي أو المكتسب، وده عبارة عن خلايا وبروتينات وأجسام مضادة بتتشكل في خلال أيام لأسابيع، وبتعتمد الأجسام المضادة دي على محاربة الميكروب أو الفيروس بس بعد التعرف عليه للمرة الأولى. وهنا ده دور التطعيمات وليس دور الفيتامينات والأكل، لأن ده ملوش أي علاقة بتكوين الأجسام المضادة السبيسيفيك للفيروس أو الميكروب. ولمعلومات حضراتكم إن معظم الأعراض اللي إحنا بنشعر بيها لما بيتهاجم الجسم بأي فيروس من آلام في الجسم أو إفرازات مخاطية أو حمى هي جزء طبيعي من الاستجابة المناعية الفطرية اللي بيعملها الجهاز المناعي عند التعرض للفيروس، لأن الإفرازات المخاطية بتساعد على طرد مسببات المرض، والحمى بتساعد على تسخين الجسم اللي بيقلل تكاثر الفيروسات والجراثيم. فاللي بيحصل ده هو جزء طبيعي من الاستجابة المناعية الفطرية للجهاز المناعي للجسم في حالة التعرض للفيروس. طيب، هل في أكلات معينة أو فيتامينات معينة ننصح بيها تقوي الاستجابة المناعية الفطرية للجهاز المناعي للطفل ضد التعرض للفيروسات وبالأخص للكوفيد 19؟ طبعا في، على رأسهم الرضاع الطبيعي، لأن لبن الأم بيحتوي على خلايا مناعية ومواد مضادة للأكسدة وأجسام مضادة بتقوي مناعة الرضيع وبترفع أداء الجهاز المناعي للأطفال مدى الحياة. وزي ما احنا بنقول إن البريست ميلك إز ذا بيست. الأسماك وبالأخص السلمون والسردين والتونة بيحتوائهم على كمية كبيرة جدا من الأوميجا 3، وده محفز ومقوي لكرات الدم البيضاء المسؤولة عن الجهاز المناعي ومحاربة الميكروبات. الخضروات والفاكهة وبالأخص الطماطم والجزر اللي احتوى على كمية كبيرة جدا من فيتامين A، وفيتامين A ده مهم جدا في تكوين الجلد والأغشية المخاطية اللي هي خط الدفاع الأول في الجهاز المناعي زي ما احنا قلنا قبل كده. وبرضو من الخضروات المهمة جدا البروكلي والسبانخ والخيار، لأن هم فيهم كمية كبيرة جدا من الحديد ومضادات الأكسدة. طبعا لا يخفى عن حضراتكم دور فيتامين سي كمقوي للمناعه ومضاد للاكسده، وده موجود في البرتقال والليمون واليوسفي والفراوله والجوافه والكيوي، لان الكيوي بيحتوي على كميه فيتامين سي ضعف الموجوده في البرتقال. طبعا الموز مهم جدا لانه فيه محتوى على 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 البوتاسيوم، والبوتاسيوم ده مهم جدا للجسم عامه وللمناعه خاصه، فبننصح برضه بالموز. الزبادي لان فيه ما يسمى بالبروبايوتيك، البروبايوتيك هي البكتيريا النافعه اللي بتستوطن الامعاء وبتمنع او بتحمي الجهاز الهضمي من العدوى بالبكتيريا الضاره، وكمان البكتيريا النافعه دي قادره على انتاج مجموعه كبيره من جدا من الفيتامينات على راسهم فيتامين بي كومبلكس او فيتامين ب المركب. والثوم، لان الثوم غني جدا بمضادات الاكسده، كمان الثوم يحتوي على كميه كبيره جدا من عنصر السيلينيوم النادر والمهم جدا في تقويه الجهاز المناعي وتكوين الاجسام المضاده. الحبوب الكامله زي العيش الاسمر او عيش الرده زي ما احنا بنقول، والشوفان والمكسرات بالاخص الجوز، ده مهم جدا لان فيها كميه كبيره جدا من فيتامين بي كومبلكس وفيها كميه جدا من كبيره من الاوميجا 3، وتحتوي برضه على كميه بس اقل من الثوم من السيلينيوم المهم جدا في الجهاز المناعي. واخيرا اللحوم الحمراء، اللحوم الحمراء لان هي بتمد الجسم بالبروتينات وطبعا عنصر الحديد الهام جدا لمناعه الجسم، وبرضه الزنك، والزنك ده عنصر مهم جدا كمحفز ومقوي لكرات الدم البيضاء ورفع المناعه وتكوين الاجسام المضاده. دي كميه، دي الاكلات اللي انا بنصح بيها والفيتامينات اللي بتحتوي في الاكلات، وطبعا دي ممكن ناخدها من فيتامينات خارجيه. بس لا نغفل ان في عوامل اخرى غير الفيتامينات والاكل مهمه جدا في تحفيز المناعه عند الاطفال، على راسها الحصول على قسط كافي من النوم، لأن الأطفال والمراهقين عامة لابد أن يناموا لا يقل عن 8 ل 10 ساعات يوميا، ولا بديل لا بديل عن النوم ليلا، لأن ده بيأثر على إفراز هرمونات النمو والمناعة. الوقاية من الجراثيم لازم ندرب أطفالنا كلها على غسل اليدين بالمية والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية،
بعد السعال وبعد العطس وبعد استعمال الحمام وقبل الأكل، وده مهم جدا. والحاجة التانية اللي احنا للأسف بنغفل عنها دايما هي الحالة النفسية للطفل، وهي تمثل عامل مهم جدا في المناعة، لأن يعني الاضطراب النفسي والتوتر عند الأطفال بيؤدي إلى خفض المناعة ويخلي جسمهم أكتر عرضة للفيروسات. السؤال اللي أنا بسأله دايما بحكم التخصص، هل الأطفال المصابين بحساسية الصدر والرب الشعبي وحساسية الأنف أكتر عرضة للإصابة بالكورونا وأكتر عرضة لحدوث أعراض حادة لو حصل إصابة؟ الإجابة هنا لسه مش واضحة، لأن الفيروس مازال جديد ومازالت المعلومات عنه قليلة مش كتيرة. بس اللي أقدر أفيد حضراتكم فيها، ودي المهم جدا، إن الالتزام الكامل والمداومة على أخذ الأدوية الوقائية، الأدوية الوقائية وليست العلاجية، الأدوية الوقائية زي ما الطبيب المعالج بينصح بيها وزي ما الخطة العلاجية المكتوبة للطفل اتقال فيها، حتى بدون وجود أعراض، حتى بدون وجود أعراض. نمرة واحد، ناخد الأدوية الوقائية حتى في غياب الأعراض. ونمرة اتنين، نبتعد عن مهيجات الشعب الهوائية والأغشية المخاطية للأنف، وعلى رأسها التدخين السلبي وملوثات البيئة عامة وكل ما هو شأنه إثارة أعراض حساسية الصدر والرب. يا رب الغمة دي تنزاح ونوصل لمصل يقينا من الكورونا وينهي القصة دي وترجع الحياة لطبيعتها، ويا رب يحمينا ويحمي أطفالنا كلهم من الإصابة بالمرض الكورونا. أنا جاهز حاليا للإجابة على الأسئلة لو في أي أسئلة. في سؤال، أنا بقالي أسبوع مش بشم نهائي وعندي برد وعطس ورشح وعملت تحليل وطلع كرات الدم البيضاء قليلة. ده سؤال كويس. هي طبعا اللي بتسأل الأم ما بتسألش للطفل، هي بتسأل الأم. فالكرات الدم البيضاء قليلة دي من الحاجات اللي بتشكك في وجود كورونا. اختفاء حاسة الشم من الحاجات اللي بتشكك برضو في الإصابة بالكورونا. بس بطمن حضرتك إن لو ما فيش حرارة، لأن 98% من المصابين بالكورونا لازم يحصل ارتفاع في درجة الحرارة، فغياب حاسة الشم وبالأخص لو حضرتك مصاب بحساسية الأنف أو في جيوب أنف بتعاني من جيوب أنفية، ده مش ما يخوفش إن عندك كورونا. كرات الدم البيضاء برضو من الحاجات اللي تشكك إن في كورونا، بس مش لوحدها أأكد إن حضرتك مصابة بالكورونا. فإن شاء الله ربنا يحفظ حضرتك ويكونش في إصابة فعلا بالكورونا. شوكولاتة في روبيلا للأطفال بتقوي المناعة ضد الكورونا؟ طبعا لها دور كبير جدا، هي منتج محترم لأنه بيحتوي على فيتامين سي بكمية كافية للجرعات اليومية المطلوبة للطفل، وزنك برضو بكمية كافية يوميا للطفل، وحديد. فطبعا هي أنصح بها جدا للوقاية لرفع المناعة والوقاية من العدوى بالفيروسات. ازاي نرفع مناعة أطفالنا؟ أنا رديت على السؤال ده حضرتك. رفع المناعة من عن طريق الأكل اللي أنا قلته والفيتامينات اللي أنا أكدت عليها. ممكن أدي أولادي حبوب فيتامين سي وحاجات تزود المناعة، ولا ياخدوها من الطعام والفاكهة؟ لو حضرتك واثقة إن الأكل بتاع الطفل صحي وهيديهم الكمية الكافية من الفيتامين سي والزنك، اكتفي بيه. بس اللي أنا بنصح حضرتك من الحياة العملية، إن مفيش مانع إن أنا أكل أطفالي كويس وبرضه أديهم الفيتامينز والمعادن دي من سورس خارجي، مش هيخسر حاجة. لأن لو جرعة إضافية، الجرعة زادت عن احتياج الطفل اليومي، مش هتضره في حاجة لأنها تنزل مع البروز. بالنسبة للأم المرضعة، إزاي تتعامل في حالة الإصابة بالكورونا وهل توقف الرضاعة ولا لأ؟ هنا دايلما، لأن الموضوع بيعتمد على الإجراءات الاحترازية للأم المرضعة. لو هي قادرة على اتخاذ الإجراءات الاحترازية ولبس ماسك وفيس شيلد عند الرضاعة، ترضع. لكن انتقال الفيروس، زي ما في بعض الناس خايفة انتقال الفيروس في اللبن، ما بيحصلش. لكن أنا شخصيا بنصح بالتجربة الشخصية إن بلاش، لو لا قدر الله حصل إصابة بالكورونا لأم مرضع، بلاش تكمل الرضاعة، لأن زي ما أنا قلت
من شوية إن أكتر المراحل العمرية تأثرا بفيروس الكورونا هم الرضع، فبلاش. جرعة الطفل 5 سنين قد ايه من الفيروبيلا؟ معلقة كبيرة مرتين في اليوم. هل ممكن استخدام الكمامة والكحول للأطفال وقت الخروج من المنزل؟ الكمامة ممكن تستخدم للأطفال بعد عمر 2 سنين، لكن قبل عمر 2 سنين بيبقى فيه خطورة إن يحصل اختناق، فبعد عمر 2 سنين ممكن استخدم الكمامة للطفل. طبعا الكحول ملوش سن، لكن الكمامة لا ينصح بيها إلا بعد عمر 2 سنين. هل الرضاعة الطبيعية لحديث الولادة في الوقت الحالي مهمة، خاصة مع خطر تعرضه للإصابة طالما الأم غير مصابة؟ طبعا الرضاعة الطبيعية ينصح بيها طالما الأم مش مصابة، ما لا يغنى عن الرضاعة الطبيعية في أول 6 شهور من العمر. في حاجة تنصحنا بيها لزيادة إضرار اللبن؟ إن الأم لازم تاكل بروتينات كتير، بنصح بالشوفان في الفطار والعشاء. وطبعا في حاجات خارجية زي البريستو، ده منتج محترم جدا وبيساعد على إضرار اللبن، ده زي التوفي، بيتاخد في أول أسبوع 3 حبايات، وبعد كده حباية يوميا، لأن في مواد ناتشرال بتحسن جدا إضرار اللبن عند الأمهات، بس لا غنى عن الأكل والشرب السوائل كتير بالأخص في الصيف اللي احنا فيه. بالنسبة للعزل المنزلي، البروتوكول المتبع للطفل منزلي البروتوكول المتبع لتقوية المناعة للطفل، وكمان الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث العدوى لإخوات الطفل. نفس البروتوكول، ما بيختلفش حاجة. البروتوكول المتبع لتقوية المناعة نفس الحاجة، الفيتامين سي والزنك لازم بيتاخد، والبرافوتين أو اللاكتوفيرن ده أضيف في البروتوكول حاليا لعلاج الكورونا، لأن هو برضو له دور في تقوية المناعة. بس طبعا الإجراءات الاحترازية هي أهم جدا من أي حاجة في حالة حدوث العدوى. لازم البعد الكامل لمدة أسبوعين وعدم الاختلاط بأي حد من أفراد الأسرة. والدتي اتشخصت اشتباه كورونا وبدأت علاج البروتوكول من يوم الخميس، وحالتها بتتحسن بفضل الله. أخويا ومراته وأولاده الاتنين عايشين معاها، ومن يومين بدأت عندهم أعراض الكحة والسخونة. هل الأطفال يعالجوا بنفس علاج البروتوكول الكبار؟ أيوة، الأطفال ده نفس البروتوكول اللي متبع دلوقتي من وزارة الصحة، سواء الأزيثرومايسين أو الهيدروكسيكلوروكين واللاكتوفيرين. وبس الاطفال بس هنا بيختلفوا عن الكبار. الاطفال الكبار بنبدا لهم على طول اللي هو الانتي بليتلت او الاسبوسيد للاطفال، لكن مش كل الاطفال بياخدوا الاسبوسيد لطبيب. انا عندي كورونا انا وجوزي، وابتدينا نخف وعندنا طفلين 2 و4 سنين وكانوا مخلطين لينا، اعمل ايه؟ حضرتك الف سلام عليكي. طبعا وحضرتك مش تعملي حاجة، وحضرتك هتتابعي ظهور الأعراض، ولو وتأكدي حضرتك إن أنت لو في فترة الأسبوعين من ساعة ظهور المرض وخدت احتياطات الكاملة بعدم الاختلاط بالطفلين، فتأكدي إن شاء الله إن شاء الله إن هما ما حصل لهمش عدوى بإذن الله. هو الخبر صحيح إن في دواء للكورونا؟ ده أول سؤال. السؤال التاني، أطفال 7 و8 سنين تعرضوا للكورونا ولا لأ؟ في دواء للكورونا، في دواء للكورونا ظهر، في 3 أدوية للكورونا ظهرت لحد دلوقتي، بس ما زالوا في مرحلة التجريب، أدوية مش فاكسين، لكن الفاكسين إن شاء الله يظهر على آخر السنة. السؤال الثاني، الأطفال 7 و8 سنين ممكن يتعرضوا للكورونا؟ طبعا ممكن يتعرضوا للكورونا، بس بإذن الله حتى لو حصل كورونا الأعراض بتبقى أخف كتير جدا من البالغين. لو عندي طفل مصاب وفي أطفال تانية في البيت، أعزله إزاي؟ حضرتك هتعزليه ان هو ما يختلطش ببقية الاطفال، حتى لو هتتنقلي حضرتك معاه لبيت تاني. لو حضرتك مش قادرة تمنعي اختلاط الاطفال التانية بالطفل المصاب، بنصح حضرتك ان حضرتك تنتقلي انت والطفل المصاب لبيت تاني، ما يبقاش عشان ما يبقاش فيه اي شك او اي نسبة ريسك قليلة حتى ان الاطفال التانية يحصل لها عدوى. امتى اعرف ان الطفل عنده كورونا خاصة؟ الاعراض متشابهة، فعلا الاعراض متشابهة زي ما انا قلت، ان الاعراض متشابهة بالزكام، بس ارتفاع درجة حرارة فوق 38.5 متكررة مع عدم نزولها بخوافة الحرارة ل 37 اللي هي درجة الحرارة الطبيعية للأطفال، وبداية ظهور أعراض في الجهاز التنفسي، دي تشكك إن في كورونا. وعامة في الفترة اللي احنا فيها دي
اي حدوث اي اعراض جهاز تنفسي في وجود حراره، لازم حضرتك تشكي ان في كورونا وتلجئي لاستشاره الطبيب. اعراض كورونا بتختلف من شخص لاخر ولا الحامل زي الناس الكبار زي الاطفال؟ لا، ما بتختلفش من شخص لاخر، والناس كلها زي بعض، بس الاطفال زي ما قلت لحضراتكم ان هي اقل عرضه للكورونا، وحتى لو حصل اصابه لا قدر الله بتبقى اقل كتير جدا من ايه افضل فيتامين دي لطفل 3 سنين؟ في الكالسيبيلا وفي فيتامين دي سويتس دلوقتي فيها فيتامين دي موجودة، حبوب زي الام اند ام موجودة متوفرة في السوق دلوقتي، حبيتين بس بيدوكي 400 انترناشونال يونت، يعني ما يوازي 4 نقط من الفي دروب، بس هي شوبل يعني محتاجة ان الطفل يمضغ، وطبعا طفل 3 سنين ممكن يمضغ. الفيروبيلا يا دكتور في الفترة دي أديها لمدة قد إيه، وهل ممكن أديها لكل الأطفال ولا المصاب فقط؟ لا، هو المفروض تاخد لكل الأطفال، ما أنا ما قلتش المصاب فقط، هي لرفع المناعة ضد حدوث المرض، لكن لا قدر الله حصلت الإصابة مهمة برضو، بس مش هيبقى قصة رفع مناعة ساعتها، قصة علاج. فطبعا لازم كل الأطفال تاخد لاحتوائها على فيتامين سي والزنك والحديد بالأخص. ابني ابتداء من الشهر السابع ممكن اكله ايه وهو وزنه 8 كيلو؟ من الشهر السابع حضرتك لازم تاخدي اللي احنا بنقولها ايرن فورتيفايد دايت، اللي هي الاغذيه الغنيه بالحديد، سواء سيريالز سيريلاك يعني، او تاخدي الحديد من مصدر خارجي زي الفيروبيلا زي ما احنا بنتكلم. حضرتك تبداي تديه السيمي سوليد، الحاجات الطريه، اي خضار او فاكهه مسلوقه. بس في موانع أساسية قبل السنة، يعني ممنوع اللبن الحليب، ممنوع يتاخد حاجة فيها ملح أو سكر بنسبة كبيرة، وممنوع يستحسن بلاش عسل أبيض في أول سنة، ويستحسن تأخير الزبادي للشهر العاشر مثلا. ما دون ذلك حضرتك أكلي، بس أهم حاجة قاعدة إن ما نديش نوعين جداد مع بعض في نفس اليوم، لازم حضرتك تحترميها. أمي عندها قولون باستمرار، شو نعطيها أدوية لتخفيف الآلام القولون؟ أعتقد إن السؤال ده بره اللي احنا بنتكلم فيه، ممكن برد على حضرتك بره اللايف ان شاء الله. عندي ولد 10 سنين وبنت 5 سنين، اديهم جرعات فيروبيلا قد ايه؟ الاتنين هياخدوا معلقة كبيرة كل 12 ساعة، ودي مش لازم تتاخد مباشر، ممكن تعمل بيها ساندوتش او حاجة. هل يمكن تأخير التطعيمات للأطفال لحين انتهاء الأزمة؟ ده سؤال مهم، بس عشان اجاوب عليه لازم الاول الفت نظر حضراتكم لايه الفكره مبسطه عن التطعيمات بتشتغل ازاي. التطعيمات هي بتحفز الجهاز المناعي، عشان اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هو الجهاز المناعي التكيفي او الاستجابي، عشان يطلع اجسام مضاده ضد الميكروب او الفيروس اللي احنا بنتعب منه. في جرعات مبدئيه وجرعات تنشيطيه للتطعيم، ده بتعتمد على التفاعل ما بين التطعيم والجهاز المناعي. معنى كلامي ان ما ينفعش تأجيل التطعيم، ناخد اجراءاتنا الاحترازيه تمام، وناخد التطعيم في ميعاده، لكن تأجيل التطعيم لفتره طويله لحد ما الازمه تخلص تمام، لان واضح ان الموضوع هيطول تمام، ده ما بيتنصحش بيه. لو سمحت يا دكتور، ابني 4 سنين لمده كام شهر جرعة الفيروبيلا؟ هي مش جرعة الفيروبيلا مش ملهاش تحديد لمدد، حضرتك تمشي عليها طول ما حضرتك تحس ان انت محتاجاها، ملهاش مدة معينة. اللي ايه الفرق بين الفيروبيلا والفيتابيلا، وينفع عدل الاتنين ولا لأ؟ الفيروبيلا تعتمد اكتر على جرعة حديد عالية، فيها تحتوي على زنك وكالسيوم، لكن الفيتابيلا هي بتحسن شهية الأطفال، فيها مواد ناتشر كتيرة بتحسن شهية الأطفال، لكن هي غنية جدا بالفيتامين سي والزنك برضو، لكن الكمية الحديد اللي في الفيتابيلا قليل. مفيش ما يتعارض ان ندي الاتنين مع بعض وبنفس الجرعة، مفيش ما يتعارض ان ندي الاتنين مع بعض، بالأخص ان الاتنين بيعتمدوا على التكنولوجي اللي هي بتاعت المايكرو ديسبيرسد دي، تكنولوجي بتساعد على امتصاص المعادن والفيتامينات اللي موجوده في المستحضر نفسه بطريقه ما تعملش اي اعراض جانبيه، لا امساك ولا تعارض في الامتصاص ما بين المعادن نفسها مع بعض.
فالفيروبيلا مخصصة أكتر للأنيميا أو منع أنيمية الحديد، والفيتا بيلا لرفع شهية الأطفال، ومفيش تعارض في أخدهم الاتنين مع بعض. الفيتا بيلا كويسة لزيادة المناعة، اتكلمنا فيها، ويستمرك عليها مدة كام؟ المدة مش محددة، زي طول ما حضرتك عايزة تدي الفيتامينز اديها، مفيش أي خطورة نمشي عليها فترات طويلة. الفيروبيلا مهياش دواء للمناعة، هي فيتامين، لكن بيحتوي على فيتامينز بتحسن مقاومة الجهاز المناعي للفيروسات والبكتيريا، لكن لا تصنف دواء للمناعة. بس في الفترة اللي احنا فيها والأزمة اللي احنا فيها دي ممكن نصنفها دواء للمناعة، لأن جرعات الفيتامين سي والزنك فيها عالية، وممكن أقدر أجيبه من أمريكا. ما أظنش يعني، ممكن حد من الشركة يرد علينا لو موجود في أمريكا ولا لأ، بس ما اظنش ان هو موجود في امريكا. بس عامة الفكرة ان احنا ناخد فيتامين سي بجرعة ما تقلش عن 40 مللي جرام في اليوم، تمام، وزنك ما يقلش عن 5 مللي جرام في اليوم، تمام، ده هيوفي بالغرض. استاذن حضرتك في استشارة تخص ابني 6 سنة و6 شهور، والشكوى حرارة عالية جدا مع التهاب حلق متكرر بواقع كل شهر. استاذن حضرتك تبعت لي على الخاص رقمك ان شاء الله، وإن كنت أنصح طبعا إن حضرتك تكشفي عليها. الفيتا بيلا تغني عن أدوية الزنك وفيتامين سي، خاصة إنها غير متاحة. طبعا تغني جدا كمان، لأن تركيزات الفيتامين سي والزنك فيها كافي جدا للاحتياج اليومي للأطفال. حاقة قوية للمناعة لطفل 1.5 سنة يا دكتور، نفس اللي احنا بنتكلم بيه، الفيروبيلا والفيتا بيلا، لأن هي فيها فيتامين وزنك بجرعات تكفي الطفل اليومية. وانصح كمان باي مستحضر فيه لاكتوفيرين بالاضافه للفيروبيلا والفيتابيلا. هل الفيتامين ده للاطفال والكبار؟ هو للاطفال يعني خاصه، لان الكبار يحتاجوا جرعه كبيره منه. بس لو يعني الكبار حابين قوي ان هم ياخدوا القصه اللي هي شوكولاته والنوتيلا، مفيش مشاكل. انا كده اعتقد ان الاسئله خلصت. كنت سعيد جدا ان انا كنت مع حضراتكم في الفتره دي، اتمنى ان انا اكون قلت معلومات تفيد حضراتكم، واتمنى يا رب يا رب يزيح الغمه دي ويحفظ مصر ويحفظنا ويحفظ اولادنا في الفتره دي يا رب، ويعدي الغمه دي على خير. اشكركم شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمه الله.